احنا ملوك افريقيا. مساء الخير واهلا وسهلا على حضراتكم. 72 ساعه بالتمام والكمال ويبدا المشوار. 72 ساعه الا حته عشان ماتشنا ان شاء الله يوم السبت مع المريخ هيكون الساعه 3 بتوقيت القاهره، ويبدا المشوار مش بس مشوار دوري الابطال. الحقيقه يمكن لا تراجع ولا استسلام يمكن يكون شعار المرحله اللي جايه. الاهلي في بدايه من يوم السبت ووصولا لنهايه شهر 4، كل سنه وحضراتكم طيبين، بما فيه طبعا جزء كبير من الماتشات هيكون في شهر رمضان. عنده الحقيقه كم من الماتشات كبير جدا، والحقيقه يمكن الكوره بشكل عام، يعني مش بس بتكلم على الاهلاويه، بتكلم حتى على الناس اللي ليها في الكوره بشكل عام. ابريل شهر ما تفوتوش، ابريل شهر ما يتعوضش، بالاضافه طبعا لمتابعه النادي الاهلي سواء في مشواره في دوري الابطال. هنلعب ان شاء الله المريخ يوم السبت، وبعد كده نلعب مع سيمبا التنزاني، نتاهل ان شاء الله باذن الله. هيكون عندنا كمان ماتشات في بطوله كاس مصر، هيكون عندنا ماتشات اغلبها مؤجلات الدوري، هيكون فيها ماتشات معيار الثقيل، منها ماتش الاهلي مع الزمالك اذا لم يؤجل، وده طبعا لسه حاجه في علم الغيب. لكن عندنا زي ما قلنا لحضراتكم 8 ماتشات في شهر ابريل اللي جاي اعتقد من العيار الثقيل. اعتقد فرصه كبيره جدا ان احنا نطمن على لاعيبتنا في مباراه المريخ. والنهارده طبعا الفرقه بعد ما اتمرنت الصبح راحت توجهت للمطار على طول عشان تستقل طائره توصل بسلامه الله للسودان، تستعد بقى على مدار الايام اللي جايه. هم يومين تحديدا استعدادات، هيكون في تمرينه رئيسيه بكره ان شاء الله، وتمرينه ثانيه يوم الجمعه قبل مواجهه المريخ مباشره، قبل ما